بدأت مستشفيات جامعة أسيوط في تدريب أول فريق طلابي من الولايات المتحدة ومن أمريكا اللاتينية على عمليات جراحة الضفيرة العصبية الذراعية، وهذا في إطار زيارتهم للجامعة لقضاء فترة دراسية. من جانبه قال رئيس الجامعة الدكتور طارق الجمال في تصريح لإكسترا نيوز إن الوفد الطلابي هو الأول الذي يصل للجامعة في إطار شراكاتها في تأسيس أول مدرسة في العالم تؤهل الدارسين بها للحصول على دبلومة مهنية عالمية متخصصة في هذا المجال. المدرسة العالمية لجراحة الضفيرة العصبية الذراعية هي مدرسة تأسست من حوالي سنة على مستوى العالم لتدريب الأطباء اللي هم راغبين في التخصص في هذا المجال. ليها 4 مراكز عالمية، في الهند وفي جمهورية مصر العربية في أسيوط وفي برشلونة في أسبانيا وفي المكسيك في غوادالهارا، وسبق ذلك توقيع اتفاقية ثلاثية بين جامعة أسيوط وجامعة برشلونة في أسبانيا وجامعة غوادالهارا في المكسيك عشان الدعم الأكاديمي لهذه الدرجة. الأطباء المختصين بيمروا على الـ4 مراكز كل مرة أسبوع، كان في سبتمبر السابق في الهند وفي نوفمبر في مصر وفي يناير في برشلونة وفي مارس في المكسيك، وبينتهى البرنامج بامتحان بياخد بعديه دبلومة فنية متخصصة في هذا المجال. ودي أول مدرسة عالمية في هذا المجال، وتهدف إلى تدريب أطباء عدد منهم، لأن الجراحة دي نادرة ومش منتشرة في بعض دول العالم.